لبنان صار عمره 73، شو يعني؟ مين راح يطلع على التقاعد قبل، بري أم لبنان؟ أكيد لبنان. بس من هون لوقتها ألف مبروك لبلدنا القوي لبنان. 73 بس مش 73، 6 باكس بيرة بالإيد، وبالإيد التاني في شلخة حطة إيدها على أي كرسي ما بنعرف، لأنه في 4 كراسي اليوم. من شهرين كنا ولا كرسي، اليوم صاروا 4 كراسي، بس ناقص طاولة ونار يا ولد. لبنان من يومين أعلن لأول مرة عيد الاستقلال الحقيقي مع رئيس قوي تحت العهد الجديد. نحن عن جد عايشين الاستقلال، خلص خلص عهد الاستغلال للمواطن. رح يبطلوا السياسيين استهبال، وممنوع الاستعلال على العالم، لأنه رح يكون في استفعال للمفالع، خاصة بعد الإهمال اللي صار بالعهد القديم. العهد القديم عن جد تتذكروا العهد القديم؟ لا عن جد حدا بتذكر العهد القديم؟ ما فيك تتذكر العهد القديم، لأنه هو ما في شيء تغير، أنت براسك بس في شيء جديد. بالحقيقة ما في عهد قديم، ما في عهد جديد، كل شيء بعد ما هو مثل بيضة الشوكولا، ايه لما تفتحها يعني وبيطلع لك نفس الهديه، بس بتحس انه ما عندك اياها، مع انه بتكون بعدك فاتحها من قبل. هيك كان العرض العسكري من يومين، مليء بالمفاجآت المعروفه سلفا. بس شو استنتجنا؟ استنتجنا اشياء كثير من العرض العسكري. استنتجنا انه الجيش بحاجه لآليات جديده، وعونه بري والحريري ما بطيقوا يفيقوا بكير، وبري كثير هيوج مع وينات الشمس، وتمام سلام بطل كش الدبان. ما في شيء عايزينه الصراحه هلا بهالفتره بالبلد. لبنان جديد، لبنان قوي، لبنان بلا مشاكل. اوكي بس بعد في مشكله الكهرباء. اوكي هاو بدي منيح لي في UPS للشاشات. فوفي 73 سنه عن جد، واحد كيف هيك بيمرق العمر عن جد؟ 73 سنه على الاستقلال، مرقوا هيك ما حسينا فيهم. ظهر الجيش العثماني الفرنسي الاسرائيلي السوري واستقلوا اللبنانيه. هلا نحن كثير بوضع مستقل، طلع اللي حدك وشوف قدام استقل شكله. وليك عن جد انت عن جد مثلا كثير انه حسسنا في استقلاليه، عندك استقلال حسس. عيد اصلا عيد الاستقلال السنه كان غير كل سنه عن جد. عن جد اول شيء كان في عرض عسكري اول مره، الرؤساء الاربعه كانوا موجودين وكانوا عم بيطيروا من الفرحه، مان حماس، جو العان، ادرينالين عالي، كلهم مش مصدق. ياس استقلال، ياس استقلال، ياس استقلال. شفت كيف الحمام بين انه عن جد مش هيدي بتتذكر لما كنا بالمدرسه نكون بدنا ننام وتصير انه اول ساعه شو كان صعب تفتحها هيك؟ لا لا انتبه بس السكعه هي اجمالا بتكون اكثر لورا اكثر من لقدام. بعدين سلام تبعت قد ايه كان في دبان؟ اصلا صرح نقيب الدبان زين زين انه ما كان مقصود يكون في هالقد دبان، واجا وقت غلط يعني ساقبوا مع وقت العرض، لانه هن كانوا نازلين على الكارانتين ليعملوا شوبينج بسوق الزباله، مع انه ما في زباله بالداون تاون اصلا. هودي اصلا مش دبان فؤاد، بس تصلح معلوماتك، هودي الطيارات بلا طيار، ميني درونز، تكنولوجي جديده. هودي استعملون الحزب ميني مايكرو ماكرو تكنولوجي. العرض العسكري التقليدي ما كان كتير بيسلي الصراحة، بس قبله بكم يوم كان في عرض كتير أهم، العرض العسكري لسرايا التوحيد أو جيش وئام وهاب. لا، الجيش الوئام الوهابي. نحن سرايا التوحيد، نحن جيشك يا وهاب، عن مبدأنا ما بنحيد، نحن القوة ما بتهاب. عصبوا شباههم بشعار لبيك يا سلمان، والمقصود الصحابي سلمان الفارسي، أو أنهم وضعوا شعار الدروز أي علم الخمسة حدود بالألوان الخمسة. زيهم أسود قاتم، وشارات سرايا التوحيد ربطت على زنودهم. لحظة، أول شيء في شغلة إنه هول مش هو كان عم بيظبطوا عم بيظبط البناطلين هيك يعني. بعدين شفت من هيك ليه عامل لهم هيك؟ بيقولوا عم بيسلم عليهم إنه مالقين هو إنه الصبي الملكي بس ليك كأنه ما بعرف ما حسيت ذكرك بشيء. نحن جيشك وئام وهاب، منيحة؟ ايه بس كأنه فيها شيء بدي حس فيها. وئام وهاب ما بتلبق يكون جيشك نحن وئام. نحن نحن جيشك وئام مش ظابطك ليه العيون؟ عملت عيون ما تعمل عيون مش ظابطة معك أبداً.
جوجي كيف شافوا الدروز عرض سرايا التوحيد؟ هل هي رسالة تهديد أم مجرد هيك بس إعجاب بكل هال اللي شكلهم مش نينجا؟ يعني العالم عطوها هيك للموضوع أكثر من حجمه. هو أكثر فرقة زفي عم ينعمل فرقة زفي جديد وجايب هالشباب كلها بفوتوا العروس. يعني كانوا عم شفتهم بفلتوا هيك يمين بيستقبلوا العروس، بفوتوا ناس شمال بيجيبوا العريس، بيجتمعوا مع بعض كون العرس الدرزي بياخذ شغل كتير. هاي زفه يعني مش جيش. نو مش جيش، لا زفه هي بعد الافراح كزفه، وبيلقطوا اولاد صغار بيعلقون انه كيف بتعلق ابنك بلا ما يوقع، يعني كان اديوكيشنال شيء هيك. اوكي طيب ثانك يو جنيد. الاحتفاليات كانت لذيذه بقصر الشعب، الكل طلع يهني الرئيس ولبنان، وكمان لانه في بيفيه طيب كان هيك سمعنا.